ايه رامبير، ريا بتكون اختي. انا عرفت بهالشي مبارح وما بعرف شو بدي اعمل. شوفي بشو عم بتفكر. صراحه عم فكر انه اذا فعلا ريا اختي، يعني امك والمعلم، قصدي هنن بيكونوا زوج وزوجه، ونحن ما كنا منعرف انه كانوا متزوجين اصلا. شو كان بده يعرفنا؟ بعدين الاستاذ ميهرة، يعني ابي ما التقى بامي ابدا، هو كان مفكر انه اسم امي انورادا، ومثل ما بتعرف هو اسم بنتها لستي ساريتا. هو ما كان بيعرف انه امي هي مرته وانا بكون بنته. وهلا بشو عم تفكري؟ امك متضايقه مني مو هيك؟ لانه الطريقه يلي كانت عم تحكي فيها معي كانت كتير. لا ما في شيء من هاد. لا هالحكي صحيح رامبير، هي كانت بدها تقلي شيء بس الدكتور دخل. انت عم تبالغي بالتفكير براتشي، ما في شيء من هاد ابدا. بتمنى لو اني قدرت قلك يا براتشي، بس ما عندي شجاعه لقلك اني ما رح اقدر نفذ الوعد يلي انا وعدتك اياه. كان بدي اقضي حياتي معك، بس هلا يمكن انا ما اقدر حتى اشوفك. انا اسف رامبير، بتفهم انك قلقان على امك، بس اطمن كل شيء رح يكون منيح صدقني. انا رح امشي ووصلك لعند الباب. ما في داعي، انا رح روح لحالي، انت لازم تكون مع امك، هي رح تحس بالراحه. براتشي لو سمحتي خليكي بس شوي كمان. شو قلت لك انا هلا؟ خليك مع امك، هي بحاجتك، انا رح روح لحالي. اتصل فيني اذا لسمك شي. ماشي براتشي. كان براتشي انت منيحه؟ شو هاد؟ ايدك انجرحت؟ ليش كنتي شارده وانت عم تقطعي الشارع؟ حتى ما شفتي السياره وهي جايه؟ تعي لهون، تعالي على مهلك. عادي، يلا عادي. لا رح اجيب علبه الاسعاف من السياره. انت مو طبيعيه، كان لازم تنتبهي، كان لازم تطلعي على الجهتين وانت عم تقطعي الشارع وما تشردي. لا لا لا، رح يحرقني هذا المعطر. رح يحرقك، بس الجرح رح يطيب وساقي فيني. خلص عم قلك. ايه؟ نزل التردد الجديد لزي ألوان 11277. الاستقطاب رأسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5 على 6.